ننتقل إلى الملف الليبي، حيث تواصل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 مباحثاتها في العاصمة التركية أنقرة. أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن اللجنة تبحث خطوات إحلال السلام في ليبيا، كما تم بحث ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. معنا من القاهرة الآن المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك، أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغاربية. لا تفاصيل عن يعني مجريات هذا الحوار، فقط بيان لوزارة الدفاع التركية قالت فيه أنه، وهنا يلفت الانتباه، أنه تسلمنا الجدول الزمني الذي وضعته أو الخطة التي وضعتها 5+5 الليبية من أجل خروج يعني القوات الأجنبية، ولكن بالطبع البيان لا يتحدث عن قوات أجنبية هنا التركي، لأن تركيا لا تعتبر قواتها أجنبية في ليبيا. لماذا في غموض في هذا الموضوع وفي تكتم شديد حول مجريات هذا الحوار في أنقرة؟ مساء الخير وتحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي سكاي نيوز. يعني هذا موقف متوقع من أنقرة، وكما تفضلت حضرتك هي تعتبر أن القوات التابعة لها والمتواجدة بالأراضي الليبية في مناطق متفرقة ليست قوات أجنبية، وأنها جاءت باتفاقية مع حكومة شرعية، يعني إلى آخره. يعني هذا الكلام الذي تردده الإدارة التركية باستمرار، والذي يتنافى مع كون هذه الاتفاقية لم يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب كما نص اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015، وكذلك لا يتماهى مع الرغبة الشعبية الكبيرة في خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كل الأطياف، والتي أيضا تدعمها الإرادة الدولية، وهكذا نأمل لضرورة خروج هذه القوات بالكامل. يعني التباطؤ والمماطلة من الجانب التركي تعودنا عليه، ضبابية الموقف الروسي أيضا تعودنا عليه، ولكن ينبغي هنا أن نتوقف أمام هذه الخطوة التي قامت بها لجنة 5+5 باعتبارها خطوة استراتيجية هامة بناءة باتجاه معالجة المشكل من جذوره. الآن اللجنة انتقلت إلى أساس المشكل، انتقلت إلى أنقرة وهي متواجدة الآن بشكل مباشر، وجمعتها لقاءات مباشرة مع وزارة الدفاع التركية المعنية بالأمر، ووضعوا أمامهم الخطة التي تم التوافق بشأنها في 8 أكتوبر المنصرم من قبل لجنة 5+5 في جنيف، والتي تقضي بضرورة سحب متزامن وبنسب وبطريقة متوازنة للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد. الآن يعني في عقر دارهم ذهبت إليهم اللجنة لمناقشة هذه المسألة الحيوية الهامة، والتي لا يمكن لليبيا أن تحقق الحد الأدنى حتى من الاستقرار من دون معالجة شاملة وجذرية لهذا المشكل. أيضا ستنتقل اللجنة في غضون أيام قليلة من أنقرة إلى موسكو لمناقشة نفس الملف، وأظن أن هذه خطوة يعني تحتاج إلى دعم كبير من المجتمع الدولي والبعثة الأممية ولسيما مجلس الأمن أيضا، من أجل الدفع بقوة باتجاه حلحلة هذا الملف الشائك، والذي إلى الآن لم تقطع فيه خطوات إيجابية نستطيع أن نصفها بالإيجابية، باستثناء مجهود لجنة 5+5 والتي لا تستطيع بمعزل عن المجتمع الدولي على الرغم من ما أثبتته من حرفية ومهنية والتزام ببنود اتفاق جنيف الموقع طيب في 23 أكتوبر من العام المنصرم، إلا أنها تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي من أجل تخطي هذه العقبة. يعني دعم المجتمع الدولي مهم، كما ذكرنا بيان وزارة الدفاع التركية لا يتحدث لا عن قوات أجنبية ولا خروج ولا شيء، ولكن الاطلاع والبحث حول مخرجات حوار جنيف كما ذكرت أنت. الآن يعني ربط الزيارة بين أنقرة وموسكو، لأنه يبدو أن كل دولة تتحجج بقوات الدولة الأخرى هنا. هل الموقف بين تركيا وروسيا تكاملي تشاركي، أم هم فعلا ضد بعض؟ يعني هل يستند كل واحد منهم على الآخر من أجل إبقاء القوات المحسوبة عليه، لنقول بهذا الشكل؟ يعني في تقديري أن موسكو وأنقرة يتعاونان معا ويديران هذا الملف، وإن كانوا في الظاهر
خصوم في المشهد الليبي، إلا أن يعني الذي يحدث في تقديري هو تنسيق، وربما ليس بشأن الملف الليبي فقط ولكن بشأن ملفات أخرى أيضا تحمل اهتمام مشترك أو ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. والدليل هو المفاوضات أو المباحثات الثنائية التي حدثت بالأمس في ستوكهولم بين لافروف وأوغلو حول ملفات سوريا وليبيا وأوكرانيا أيضا ومنطقة ما وراء القوقاز. أظن أن ليبيا هي جزء من معادلة إقليمية خاصة بهذين البلدين، ولا أتصور أن يعني هناك خصومة كبيرة. نرى روسيا تبيع الصواريخ لتركيا، هناك تعاون يعني، ولكن في النهاية لكل دولة مصالحها، مصالح حالك، وكل دولة تريد أن تحافظ على المصالح الاستراتيجية. في النهاية نحن نرغب بخروج كل هذه القوات بالكامل من البلاد من أجل استقرار ليبيا. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك.